في البحث السابق الذي ألقيته كنت مجرد محقق لي علاقات وجدها باحث سابق. أنا لم أجد أي علاقة علاقة، وإنما باحث هناك باحث وجد علاقات. عملي كان هو التحقق من عمل هذا الباحث. معظم بحوث الإعجاز العددي تذكر علاقات وتدعي أنها إعجاز عددي، تذكر علاقات وتتوقف عند هذا الحد ثم تدعي أنها إعجاز عددي. نعم، قد تكون إعجاز عددي وقد لا تكون، تحتاج إلى تحقق. البحث السابق تحققت من العلاقات التي وجدتها للباحث، والنتيجة رأيتم النتيجة. قبل أشهر وقعت على بحث فيه علاقات تربط بين عدد الصلوات المفروضة وعدد الركعات والعدد 19، 7 علاقات. قد تكون هذه العلاقات لها أساس من الصحة وقد لا تكون، وعندما نعرض هذه العلاقات قد يقول قائل إنها صدفة، وقد يقول قائل لا إنها إعجاز، لكن سنظل مختلفين إلى أن يكون هناك حكم واضح بين الرأيين. وجدت العلاقات وسأعرضها عليكم، ثم أريكم كيفية التحقق من هذه العلاقات. فائدة هذا البحث ليست هي نتيجة هذا البحث، وإنما الطريقة التي اتبعت للتحقق من العلاقات العددية، وهذا مطلوب والمفروض أن يكون كل باحث في الإعجاز العددي أن يحاول التحقق من علاقاته. لقد قرأت بحث عن طريق شبكة الأنترنت يذكر فيها علاقات رياضية بين عدد الصلوات وعدد ركعتها وبين العدد 19. لقد ذكر العلاقات ثم قفز إلى النتيجة مباشرة بدون تحقق، قد يكون مصيبا في دعواه أو مخطئ. إنه مثال جيد لعشرات من البحوث العددية المماثلة. لقد درست هذه العلاقات لأن ترابطها يبدو مثاليا لتبيان كيفية استخدام البرمجة والحاسوب في التحقق من الأبحاث العددية. العلاقات هي: نحن نصلي 5 صلوات مفروضة، 2 ركعتين في الفجر، 4 في الظهر، 4 في العصر، 3 في المغرب، 4 في العشاء. لاحظوا العدد في العلاقة الأولى، العدد 2 4 4 4 2 4 4 3 4 يمثل مصفوفة عدد الركعات للصلوات 5. هذا العدد يقبل القسمة على 19 بدون باق. انظروا إلى العلاقة 2 4 4 3 4 تقسيم 19 يساوي 1286. هناك ملاحظة ثانية: هذا العدد 1286 لو نجزئه إلى أقسامه هو 1 زائدا 2 زائدا 8 زائدا 7، ومجموعه هو 17، ونحن نصلي في اليوم والليلة 17 ركعة. هذه علاقة أولى. العلاقة الثانية: الصلاة الأولى الفجر لو نذكر بعدها الرقم التسلسلي 1، وصلاة الظهر 4 لو نذكر رقمها التسلسلي اللي هو 2، وهكذا بقية الصلوات، راح يتشكل عدد. هذا العدد من مرتبة الألف مليون، يقبل القسمة على 19 كذلك بدون باقي، والنتيجة أمامكم. العلاقة الثالثة: المسلم يصلي 17 ركعة في كل يوم، السبت 17 والأحد 17 والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وفي الجمعة يصلي 15 ركعة. انتبهوا إلى هذه الأرقام: 17 17 17 17، وفي الأخير 15. تشكلت عندنا مصفوفة، هذه المصفوفة تقبل القسمة على 19 بدون باقي. العلاقة الرابعة: الـ17 الأولى في العلاقة الثالثة هي لليوم الأول من الأسبوع،
أشرح خلي أمامه رقم واحد، السبعتعشر الثانية هي لليوم الثاني، راح نخلي أمامه رقم اثنين، وهكذا البقية إلى الرقم سبعة. هذا الرقم الطويل الكبير يقبل القسمة على 19 بدون باقي. العلاقة الخامسة، قد يقول قائل أن السبت هو ما أول أيام الأسبوع، الجمعة هو أول أيام الأسبوع، فايش أصبح الأسبوع؟ نحن نصلي 15 ركعة الجمعة، بقية 17 17 17، أصبح عندنا هذه المصفوفة اللي رقم أربعة. لاحظ هذه المصفوفة الطويلة كذلك تقبل القسمة على 19 بدون باقي. أجعل علاقة الخامس الرابعة والخامسة، لاحظ الخامسة أنا قد أتكلم عنها، هي تشبه العلاقة السابقة الرابعة، لكن مع الفارق أنه الخمسطعش في البداية، الرابعة كانت الخمسطعش في النهاية. العلاقة السادسة، العلاقة السادسة، لاحظ العلاقة اللي تكلمنا عنها قبل شوية، كان 1-17 2-17 3-17، الآن كل 17 راح أذكر مكونات الجزئية. 17 من جت؟ جت 2-4-4-3-4، فراح أذكر هذه الأرقام 1-2-3-4 2 وأكرر العدد. آخر شيء يوم الجمعة أش راح أكتب بعد السبعة؟ الرقم التسلسل السبعة، ما راح أكتب 2-4، وإنما راح أكتب 2-2 صلاة الظهر. الجمعة هي بديل صلاة الظهر، 2-2-4-3-4، والناتج أيضا مصفوفة تقبل القسمة على 19. العلاقة السابعة نفس العلاقة الخامسة، ولكن نستبدل أيضا المصفوفات، كل 17 بمكوناته وكل 15 بمكوناته، فراح ينتج عندنا العلاقة السابعة اللي تلاحظوها بالأسفل أيضا تقبل القسمة على 19 بدون باقي. هذه 7 علاقات تقبل القسمة على 19 بدون باقي. دراسة العلاقات، العلاقات السابقة مجرد نقل وترجمة لما ورد من المصدر المجهول، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هي صدفة؟ ويجب على المسلم التحفظ من كلمة صدفة، لأن كل شيء في هذا الكون بتدبير الله وتقديره. قد اقترنت مع العدد 2-4-4-3-4 7 مرات على التوالي لتشكيل 7 أعداد كبيرة تقبل القسمة على 19 بدون باقي، هل هي صدفة؟ أم إن هناك قصد إلهي من هذه العلاقة؟ وإن كان الاحتمال الأول، فما هي نسبة حدوث مثل هذه الصدفة؟ أهي 1 إلى 1000؟ 1 إلى 100 ألف؟ 1 إلى 1,000,000؟ سوف نرى. يعلم أهل الاختصاص في الرياضيات أنه لدراسة أي مسألة رياضية يجب معرفة ما هي الثوابت وما هي المتغيرات. في المسألة قيد البحث هناك 4 متغيرات وثابتين، الثابتين أحدهما العدد 19 والآخر هو عدد أيام الأسبوع، ما راح تتغير. المتغيرات الأربعة المحتملة هي عدد الصلوات في اليوم، وعدد ركعات كل صلاة، وعدد ركعات صلاة الجمعة، وموقع صلاة الجمعة بالنسبة إلى بقية الصلوات. ومعنى هذا أنه لمعرفة نسبة احتمالية الحصول على عدد مثل 2-4-4-3-4 له القابليات 7 السابقة، يجب اختبار كل الاحتمالات للمتغيرات الأربعة لإيجاد مجموعة الأعداد التي تستطيع تحقيق العلاقات السابقة. ومن حاصل قسمة عدد الحالات المكتشفة على العدد الكلي للحالات المختبرة سوف نعرف نسبة هذه الاحتماليات. نعرف أن الصلاة قد فرضت ليلة الإسراء والمعراج 50 صلاة ثم خففت إلى 5. فرضيات البحث، حدد مجال البحث ضمن الفرضيات التالية: عدد الصلوات قد يتراوح من 1 إلى 10. نحن حاليا خلينا نفترض أنه هناك شخص يريد أن يكذب، ولنقول يريد أن يتحقق من هذه العلاقات، يريد أن يجد علاقات تستطيع تحقيق مثل هذه العلاقات، عدد صلوات وعدد ركعات، ويقول ها أنا وجدت مئات أو آلاف أو ملايين من الأعداد من الترتيبات اللي تحقق هذه العلاقات. أشن رح يبدأ هذا الشخص؟ رح يبدأ بالبسيط ويتدرج، يبدأ بصلاة واحدة وركعة واحدة،
ثم صلاة واحدة ركعتين، صلاة واحدة ثلاث ركعات، وهكذا. بعدين من ينتهي هاي الاحتمالات راح يبدأ بصلاتين، وكل صلاة راح تكون ركعة ركعة، ثم يزيد كذلك، وإلى أن يصل إلى 10 صلوات وعشر ركعات وعشر احتمالات لصلاة الجمعة وهكذا. والآن هل يستطيع أحدنا أن يخمن بشكل قريب عدد الحالات الواجب اختبارها؟ إنها بالضبط وبلغة الأرقام، انظروا إلى الرقم الأسفل، وبلغة الكتابة أكثر من 1 تريليون احتمال، مليون مليون احتمال. كتبت برنامج بلغة البرمجة C++ عند تنفيذه بواسطة الحاسوب سوف يؤلف جميع الترتيبات العددية الواردة سابقا ولجميع الاحتمالات والتي يتجاوز عددها لتريليون، ويختبر كل ترتيب عددي لمعرفة إن كان هذا الترتيب يستطيع تحقيق العلاقات السابقة، ويقدم البيانات على شكل جدول. لاحظوا هذه العلاقات السبعة مرة ثانية أنا أذكرها، جمعتها في صفحة واحدة. القاعدة العامة في هذه العلاقات السبعة أنه الرقم التسلسلي دائما يسبق إيش؟ عدد الركعات، ما عدا حالة مختلفة اللي هي السطر الثاني. لاحظ السطر الثاني أشون كان أنه عدد الركعات ثم إيش؟ ثم التسلسل. بالمناسبة كل شيء لونه أحمر في هذا الجدول هو ثابت، وكل شيء لونه أسود أو أزرق هو متغير. فالبرنامج إيش راح يعمل؟ كل حالة من الحالات راح يغير كل هذه الأرقام السوداء والزرقاء بما ينسجم مع تلك الحالة، ويتأكد من هذه الجملة هل تقبل القسمة على 19 أو لا. قبل ما أبدأ أنا قلت العلاقة الثانية تختلف عن البقية، فحتى نكون منصفين، حتى نكون منصفين، أي حالة تقدر تحقق العلاقة الثانية سواء بهذا الاتجاه أو بالاتجاه الثاني راح تكون مقبولة. وشيء آخر راح أيضا نكون متساهلين به، حاصل قسمة العلاقة الأولى على رقم 19 شكلت عدد، هو مجموع عدد الركعات 17، ما راح نلزم هذه الحالة بأن تنفذ هذا الشرط كذلك. فإذا راح نطلب من الكمبيوتر أنه إيش؟ فقط يشيك أن الحالات السبعة والحالة الثانية العلاقة الثانية يشيكها بطريقتين، يقبل منا أي حل تقدر تنفذه. والنتيجة، النتيجة نفذ الكمبيوتر أكثر من 1 تريليون حالة. الحالات اللي وجدها بحدود 21,000 حالة. لو نقسم 20,000 حالة على التريليون فالنسبة هي 1 إلى 50 مليون. انتبهوا إلى هذه النتيجة، 1 إلى 50 مليون تحصل عندنا هذه الحالة. العجب بعده ما هذا العجب؟ العجب لو تنتبهون على السطر الأول اللي يحمل رقم 1، ايش تلاحظون؟ 0000 وبعد 11,644,9701. هذه إمتى؟ عندما يكون موقع صلاة الجمعة يجب أن يكون في صلاة الفجر. تقريبا 10,000 حالة من 21,000 حالة إمتى تتحقق؟ فقط تتحقق عندما صلاة الجمعة تكون يجب أن يؤديها المسلم في صلاة الفجر، ما ظهرا ولا عصرا. وهذا الشيء نقول أنه ما عملي. فإذا نستثني هاي 10,000، لاحظوا 10,000 أو 11,000 الأخرى وين واقعة؟ تقع وين؟ في السطر الأخير، في السطر الأخير. كل أصفار راح يكون هناك بعد 1,927 و9,222. هذه إمتى تتحقق؟ فقط عندما يكون الصلاة 10 صلوات مفروضة على المسلم في اليوم. وهذا أيضا لأن الله خفف علينا وانسحب هذا المجال. هسا 10,000 انسحبت للسبب الأول، وعشرة آلاف أو 11,000 انسحبت للسبب الثاني. أش تبقى؟ لاحظوا أش تبقى، انتبهوا. بالسطر الخامس أش يمثل؟ عدد الصلوات في اليوم. نحن كم صلاة نصلي في اليوم؟ 5.
وفي السطر وفي العمود الثاني موقع صلاة الجمعة اتقاطعوا هل الخامس مع الثاني بنقطة التقاطع ايش وجدنا؟ سبع حالات فقط، سبع حالات من ايش؟ من التريليون اللي هذه الحالات تقدر تحقق العلاقات السبعة اللي ذكرناها. المفاجأة الأخرى، هذه العلاقات السبعة أمامكم، هذه العلاقات السبعة أمامكم، لاحظ العلاقة الأخيرة، خلينا نبدأ بالأخير. عندما نصلي صلاة الفجر ركعة واحدة، وصلاة الظهر تسع ركعات، وصلاة العصر ركعة واحدة، وصلاة المغرب والعشاء ثلاثة بثلاثة، راح إيش هذه العلاقة؟ تحقق العلاقات السبعة. لكن شوف التفاوت، الفجر واحدة والظهر إيش؟ تسعة. لاحظ العلاقة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، فقط الصلاة المفروضة على المسلم اللي هي 2-4-4-3-4، التفاوت بين صلاة الأقصر صلاة وأطول صلاة هو الفرق إيش؟ 2. باقي الحالات كل الفرق هو إيش؟ أكبر من 2. الأولى 3 والثالثة 5 و6 و5 و5 و8، الفرق بين أقصر صلاة وأطول صلاة، فقط الصلاة المفروضة هي إيش؟ أنا نسيت أسألكم سؤال، لو هذه العلاقات ذكرتوها وطلبت منكم أنه من اللي يتوقع هناك علاقة بين العدد 19 وعدد الصلوات المفروضة؟ أنا أعتقد حقكم أنه تقولون أجاب رقم 19 على عدد الصلوات. ما هي العلاقة؟ نحن مؤتمرنا على إيش؟ على القرآن، ما؟ وهذه الصلوات ما هي من القرآن؟ أكو شيء، ليش هذه العلاقة؟ ليش هذه العلاقات؟ هناك بالحقيقة ختم إلهي على شيء المنزل من الله، ختم إلهي. قد يجي في يوم من الأيام مستشرق حاقد ويدعي أن محمداً صلى الله عليه وسلم هو الذي قرر عدد الركعات وعدد الصلوات، محتمل ولا ما محتمل؟ هذا الاحتمال وارد. فإذا هذا الختم الإلهي أنه هذه إيش؟ من الله. القمر والشمس والأرض كل 19 سنة يقعون على استقامة واحدة، هو ختم إلهي أنه هذا الكون من الله. الإلكترون كتلته بالنسبة للنيوترون من مضاعفات 19. الطفل في بطن والدته حوالي 38 أسبوع، وهذه في الموسوعة الأمريكية اللي هي أيضا من مضاعفات 19. وكثير من الظواهر العددية هي كلها مرتبطة بال 19. فإذا هذه ايش تأكد؟ وحدة الخلق. اللي نزل القرآن هو اللي خلق الكون. هذه العلاقات تأكد هذه العلاقة. والحمد لله رب العالمين، أشكركم.